الرئيس السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية ويؤكد الأولوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني. رئيس الوزراء يتوجه إلى العاصمة السعودية للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي. وزارة التموين تعلن تخفيض أسعار زيت الطعام بنسبة 36% و20% لمنتجات الألبان. مصر تواصل أعمال الجسر الجوي اليومي لإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة. البطولة العربية العسكرية للفروسية تختتم فعالياتها اليوم في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية.